بحييكم مشاهدينا مع الحل عنا دايما عبر الام تي في، ومثل العاده بنبلش حلقتنا بالمعلومه. بمعلومتنا لليوم، وزارة البيئة أعلنت عن فتح باب تلقي طلبات رخص الصيد البري لموسم 2019-2020 بدءا من 2 أيار 2019 بكل مراكز ليبون بوست. ستمنح الرخص لموسم الصيد اللي بيبدأ بأول أيلول 2019 وبينتهي 15 شباط 2020. وذكرت الوزارة أنه أنواع الطرائد المسموح صيدها خلال الموسم وكمياتها خلال رحلة الصيد: الفري عدد 20، سلنج الوحدة على الشكل الآتي، المطوأ عدد 50، السمن عدد 20 للـ25، ديك الغاب أو دجاج الأرض عدد 5، البط الخضاري والحذف الشتوي والصيفي الفرفور معروف بالفرفور عدد 5، الكيخن عدد 10، حمام بري عدد 5، الخنزير البري عدد غير محدد، أما الأرنب البري 5 أرانب. ودعت الصيادين إلى الاعتماد فقط على المعلومات الصادرة عن وزارة البيئة فيما يتعلق بآلية إعطاء رخص الصيد وأنظمة الصيد البري، وليس على أي مصدر آخر، خصوصا المعلومات اللي عم بتتم نشرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي واللي ما بيكون مصدرها وزارة البيئة. وبتشدد الوزارة على عدم الصيد قبل فتح موسم الصيد القانوني، وعلى ضرورة حيازة الصياد على رخصة الصيد خلال ممارسته الصيد البري بالموسم والتزامه بأنظمة الصيد، خصوصا لجهة عدم التعرض للطيور الجارحة، الطيور والحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض، وحصر الصيد فقط بأنواع الطرائد المسموحة وإعدادها، وعدم الصيد بواسطة وسائل الصيد الممنوعة، خصوصا الدبق، الشباك، الآلات الكهربائية اللي بتصدر أصوات شبيهة بأصوات الطيور، عدم الصيد خلال الليل، وذلك للمحافظة على أنواع الطيور والحيوانات يلي أصبحت آيلة للانقراض، واحتراما لالتزامات لبنان تجاه الاتفاقات الدولية المصدقة من قبله. وأشارت الوزارة إلى أنه القوى الأمنية ستفعل مراقبة حسن تطبيق أنظمة الصيد البري وقمع المخالفات قبل الموسم وخلاله. وأكيد الكل بدهم يحضروا الأوراق المطلوبة حتى ينالوا الرخصة بالوقت المحدد، ويمكن فتحوها قبل بوقت شوي حتى يتسنى للكل ياخذوا رخص وما يتأخروا عن الموسم. متابعة. بمتابعتنا طبعا شهدنا بفصل الربيع ثلوج وأمطار، ولكن هيدي السنة كانت طبعا مليئة وغنية بالمي بالثلج، إجا بأوقاته مريت مش بأوقاته. ولكن لفتني جدول حضرته مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، عاملة فيه هيدا هالجدول مقارنة أمطار بين 2018 و2019 وما بين 2017-2018 والمعدل السنوي العام، حتى نشوف عم نشوف التابلو يعني كثير مهم، وأنا بشكرهم. وبفتكر صار معنا على الخط مباشرة رئيس مجلس إدارة المدير العام ميشيل فريم، يعطيك العافية. دكتور فريم صرت معنا على الخط؟ أنا مع حضرتك على الخط، نعم. ونحن أمامنا جدول المقارنة يلي محضرته المصلحة، يعني عملته مقارنة من 2017-2018 و2018-2019 لتاريخ 23 نيسان 2019. نعم. شو بين عنا بهالسنة هيدي؟ نحن جدول حضرناه بطريقة تبين قديش كان في زيادة بنسبة الأمطار المتساقطة بمختلف المناطق اللبنانية. نعم. وهيدي ارقام دقيقه، لانه مبدئيا من هلا ورايح يمكن الامطار صارت شبه نادره، ففينا نعتبرها ارقام نهائيه. نعم. واذا بنلاحظ بالنسبه للسنه الماضيه عندنا زياده مرات بتوصل الى الضعف.
يعني الأمطار كانت مرتين أكثر من السنة الماضي. صحيح. أما بالنسبة للمعدل العام السنوي في محلات هي مرة ونص زيادة عن المعدل السنوي، وهذا إشارة كتير منيحة، علما أنه هيدي السنة إجا مثل سنة 2002 و2003. نعم. يعني من 15 عام كان عندنا سنوات الأمطار قليلة، لغاية هذا العام الأمطار كانت كتير منيحة، خصوصا بفصل الربيع ما تعودنا على الثلج بفصل الربيع. صحيح. منتعود مريت على البرد، ودايما منزعل منقول زهر الأشجار المثمرة خصوصا الكرز الدراء. صح. الانجاس. صح. هالمرة يعني إجا تلج على هالزهر، هيدا بيأثر عليه ولا لا على المواسم؟ يعني في تأخير مواسم السنة ولا لا؟ التلج بحد ذاته لا ما بيأثر ست ريبيكا، اللي أثر بعض البرد اللي تساقط ببعض المناطق. نعم. واللي بيأثر هو الصقيع اللي محتمل يصير بعد عنا بس هالليلة هيدي احتمال للصقيع. بس هون خليني أشير لأنه كل المزارعين كانوا على جهوزية تامة وعلى تواصل معنا وحضروا بالليل، يعني ما ناموا الليل لا مبارحة ولا الليلة رح يناموا، بانتظار مع ميزين حرارة بانتظار لحتى يشعلوا إما بلاد تبن أو دواليب من شان يأمنوا تدفئة محلية للأشجار حتى ما يروح الزهر. نعم، يعني فينا نقول أنه كمان السنة الثمار بتطلع طيبة أكثر لأنه الأرض شبعانة كتير مي. صحيح. يعني صحيح. ما بعرف إذا كبر الثمرة وزغرة بيأثر، ولكن يمكن كثرة المي بتعطي ثمار طيبة أكثر. تعطي ثمار طيبة أكثر وعطي ثمار عدد أكثر. أها. وإن شاء الله ما يجينا أي شيء بالأحوال الجوية من هلأ ورايح لحتى تضل هالكمية هيدي مقبولة والنوعية مقبولة. هلأ بالنسبة للمي، نسبة المي، يعني نحن السنة مش لازم حدا يكون عنده تقنين مي بالطبيعي، ولكن هلأ يعني بعز التلج وبعز الشتاء كيف ناس مقطوعة عن المي. نعم. قديش مهم، كنا عم نشجع مؤخراً البرك الزراعية يعني. نعم. تنتلي وعم نشجع. نعم. الناس كمان إذا عندها برك مفتوحة تعبيها كانت من مية الشتاء، هيك بتستفيد كمان منها بالخارج بتنعمل، ما هيك مبدئيا؟ صحيح, صحيح. ونحن بعملنا بمحطة العمارة بركة 7000 متر مكعب انتلت من مياه الأسطح، مياه الأمطار، الأمطار اللي بتجي على الأسطح، المزاريب جمعناها كلها على البركة. بكل بناية فينا نعمل خزان كبير ويتعبى ماي لنقدر نستعمل فيما بعد لأي استخدامات للحدايق، غسيل سيارات، للشطف، لأنه مياه الشرب رح تضل تنقطع. يعني نحن للأسف نحن قديش الطبيعة نعمة علينا، بس قديش نحن كإنسان بعد ما هلأ ما عملنا استراتيجية نهائية، يعني عم نحكي بالسدود، ولكن اليوم عم نسمع الأصوات قضية السدود، بنقدر نلاقي أفكار تانية. المهم أنه هالطاقة المهمة اللي هي المي هي حياة، كل يوم عم نخسرها أكثر من يوم لأنه ما عندنا ترشيد لها للأسف. صحيح. أنا بشرك دكتور ميشيل فريم، بشرك على الجدول المقارن يلي نعمل حتى نقول أنه هاي السنة سنة غنية بالمي، غنية بالتلج، وإن شاء الله تكون غنية بحنفيات الناس كمان. شكرا لك. منتابع الحل عنا بعد هالفاصل. منتابع حلقنا عبر الام تي في، وكتار كانوا عم يسألونا عن التليكارت، هالتليكارت بعده شغال بلبنان ولا لا؟ أنتوني مرشا حمل ميكرو الام تي في وسأل، ومنشوف سوا هالروبورتاج. تستعمل تليكارت؟ خيب بعد اللي بتلاقي منه قليل كتير، بتفوت على محل بيسألوك عن تليكارت ما في. أنا هديك مرة بدي كتليكارت راح جبته من أوجيرو من السنترال، بس ما بدي استعمله، استعملته بالبيت ما في محل بقى عطاري تستعمله. كان في مكانات اللي بقى بتلاقيهم مكسرين صاروا، يا اما ابعين للاباري يا اما كذا. هلا هون بأونتلياس مثلا ما بعرف بتلاقي قد ايه صلك عم تبرم لقيت وحده. اذا بدي اشتري يمكن ما بقى لاقي كروتي، ما بعتقد انه بعد فيه، لانه كل الناس صار معها هلا سمارت فونز وقليله تلاقي حدا عم يستعمله للتليكارت. ما له عايز اصلا، حاطينهم مناظر واصلا من كتر بيعهم منزوعين وعم يبيعونا كروتي. يعني بتروح بفوت تكشيش كارت فيه منهم، بس مش كل مطار بتلاقي منهم وغالين وعلى الفاضي ما انه عايزه. والله يا ريت انها كانت شغاله مثل قبل، لو شغاله مثل قبل كان احسن والله.
يعني من اي دكان بتشتري تبع ال 9000 او 10000 ليره بتضل تحكي فيها نص ساعه او ثلاث ارباع الساعه. هلا ما ظن انقطعت على الخالص، فصلوها على الخالص. هو في منه بس انه العالم انه ما بعتقد رح تلاقي محل تستعمله، لانه اذا بدهم يستعملوه بشيء ما كان رح يضلوا نص ساعه عم يبرموا، اصلا اذا لقوا وحده منا ماشي. يعني بقول لك الصراحه يعني من 5 سنين لهلا العالم بطلت تسال عنا. بس انا معي كارت له يمكن شيء سنه عم بستعمله، ما في مشكلة يعني شغالة ماشي المكنة وكل شيء، بس ما حاش عم بيجي عليها ما بعرف ليه. باختصار تيليكارت واقف مثل هالبلد كله واقف، ما في شيء ماشي. هي باختصار ما في شيء ماشي كله واقف، هي باختصار حبيبي عملنا. هلا باختصار مش كل شيء واقف، الحمد لله بعده البلد ماشي وبدنا اياه نكمل يكون ماشي، ولكن موضوع التليكارت كان كثير يلبي كثير، كان يعني بمحله. هلا ما بعرف شو هي سياسه اوجيرو بموضوع التليكارت وزاره الاتصالات، ولكن الناس عم بتلاقيها بصعوبه وكانه مش عم تنزل بقى على السوق، مع العلم انه بنعرف انه التليكارت خصوصا للاجانب خصوصا للسواح مرات كانوا يستعملوا هالتليكارت هيدا، فان شاء الله بيرجع لانه المكنات ماشي ولانه مدفوع حقها ولانه بعدها ثابته والحمد لله معظمها ما تخرب. فالتليكارت هو كمان بيكمل موضوع التواصل من عبر الهاتف بين الناس، يعني نحن اكيد بانتظار اجوبه من وزاره الاتصالات واوجيرو. كمان بموضوع الاتصالات يلي عم ناخدها قضية السدود، كلنا عم نتابع موضوع السد بسري، عم نتابع الحركة البيئية اللبنانية قديش يعني عم تعمل من مجهود حتى توصل الصوت إلى ما خارج الحدود خصوصا للجهات الممولة لسد بسري، وشفنا أثناء الأعياد صار في تشجير لمدخل الأرض يلي ممكن تتحول إلى سد. ولكن اللي لفتني انه بيان صدر عن الحركة البيئية اللبنانية بيقول انه شاركت الحركة الى جانب خبراء مستقلين بمجال الجيولوجيا وبمجال المياه والقانون والبيئة بندوة نظمتها الأمانة العامة لمجلس النواب بالتعاون مع لجنة الأشغال والطاقة النيابية حول مشروع سد بسري بين الواقع والهواجس. هالندوة ترأس رئيس لجنة الأشغال العامة وصدر عنها مجموعة توصيات، أهمها التوصيات هي تزويد ونشر الدراسات الجيولوجية والمالية تمهيدا لحسم الخطر الجيولوجي والزلزالي والانزلاقات. النقطة الثانية دراسة بدائل المياه ببيروت وجبل لبنان في حال لم يتم إنشاء سد بسري. ثالث توصية دراسة مقارنة بين إقامة السد وإنشاء المحمية الطبيعية على كافة المستويات. وبهم الحركة البيئية اللبنانية أن توضح للرأي العام اللبناني عموماً ولأهالي قضائي الشوف وجزين خصوصاً بأنه طبعا هالتوصيات هيدي وهالدراسات لم تنشر بعد مرور حوالي 3 أسابيع من تاريخ الندوة، هن عم بيطالبوا بنشرها مثل ما اتفق عليه. بكل الحالات يعني طبعا الأهالي اليوم متخوفين، في أملاك خاصة في منطقة كتير حلوة منطقة كتير غنية، ما بنعرف شو القرار النهائي، ولكن علينا أنه كمان ناخد بهالتوصيات يلي حب المجلس النيابي أنه يضع أمام الرأي العام، وبالتالي حضر هالندوة مع خبراء جيولوجيا ومياه. يعني دايما نرجع للخبراء حتى نشوف شو بيقولوا، وخصوصا أنه لبنان يعني أكتر نقطة هي أنه لبنان واقع على خط زلازل، ونحن من عدة أيام كان في مثل هزة بميدون بالبقاع 3 درجات وشي، يعني كل ما صار عنا هزة بسيطة منخاف أكتر. بكل حالات طبعا نحن اليوم ما عم نخوف الناس أنه رح يصير زلزال لا سمح الله ولا هزة كبيرة، ولكن عم نقول أنه سد بسري إذا صار هو على خط فيلق، يعني على خط زلزالة، مش مستحب أنه يكون في عليه طبعا يكون عليه سد.
بتابع دائما الحل عنا عبر الام تي في، وكتار بيسألوا انه اذا تركوا بيوتهم وسافروا، وكتار منهم بعده عم يجي عداد الكهرباء عم بيمرك عندهم وعداد الموتور. هلا اصولا لما حدا بيروح لفتره فوق الشهر والشهرين واكثر، مفروض يبلغ الادارات الرسميه في ورقه استماره معينه، هي توقف قسري ولا شيء، حتى ما تتسجل عليهم فواتير، لانه حتى لو ما استعملوا الكهرباء او المي ولكن العداد عم يمشي خصوصا بقضيه المي. فمن المستحب انهم يبلغوا شركه الكهرباء رسميا، كمان يوقفوا التليفون بشكل رسمي حتى ما يخسروا الرقم او ما يخسروا كمان العداد واللي عندهم. اما بالنسبه للموتور، طيب كمان الموتور لانه صار على عداد، مفروض يبلغوا صاحب الموتور انه هن هلا حاليا مش موجودين، بدهم يوقفوا العداد نهائيا، لانه مش انه هن نازلين موسميا هلا ببيروت بعدين بصيفين، لا، لما بيكونوا مسافرين افضل كمان انه يبلغوا صاحب المولد حتى يوقف العداد نهائيا، لانه كمان العداد الموتور الكهرباء بدهم يمرك عليهم. يعني في كتير أمثلة صارت وعم يسألونا، بنصح الكل يكون يعني قبل ما يترك لفترة طويلة إنه يعمل هالإجراءات هيدي، وإلا بتتراكم عليه الفواتير، ولما بتتراكم وتستحق بصير يسجل عليها أكيد يعني ضبط أو 1% أو 2% حسب كل إدارة رسمية. نحن رح ننتقل لصورة اليوم منشوفها سوا. يعني بسورة اليوم نيلسون مانديلا بيقول الفاسدون لن يبنوا وطن، إنما هم يبنون ذاتهم ويفسدون أوطانهم. ونحن اليوم بلبنان ناطرين الجرأة الكافية حتى نسمي الفاسدين بأسمائهم، وبدعيهم كل فاسد مهما كان عالي شأنه بهذا البلد إنه مش هيك عم يبني وطنه، مش هيدي هي رسالته ومسؤوليته، ومش هو القدوة يلي نحن لازم نقتدى فيها. من هيك إن شاء الله يكون عندنا الجرأة الكافية ونكمل بهالخطة هيدي، إذا كملت بيكون الشعب اللبناني بلش يرتاح وحس حاله بوطن عم ينبنى من جديد على الصدق، على الشفافية، على الموضوعية. بعطيكم موعد دايماً مع الام تي في الحل عنا. إلى اللقاء.